من قديم الزمان والبشر مرتبطين برصد السماء والنجوم، من آلاف السنين ومن عهد الحضارات القديمة رصد الإنسان على مر العصور الكثير والكثير من أجرام السماء. واحدة من أجرام السماء دي بتتميز بحاجة عجيبة ومريبة، الفراغات الكونية الهائلة العملاقة، ومنهم الفراغ الكوني بوتس فويد، واللي يعتبر هدف من أهداف تلسكوب جيمس ويب. إيه الحاجات المريبة والعجيبة اللي اكتشفناها قبل كده؟ وإيه الأسئلة اللي محتارين نجاوب عليها حوالين الفراغات الكونية العملاقة دي؟ والمطلوب من جيمس ويب يرصدها لنا، إحنا شغوفين جداً ومتحمسين نعرف يا ترى إيه بيحصل هناك في أشد أماكن الكون إظلاماً وغموضاً. لما تاخد صورة الكون الكبير ده وتصغرها خالص هتلاحظ حاجات مدهشة وعجيبة. هتلاقي كل نقطة مضيئة انت شايفها قدامك مش بتمثل نجم او مجرة واحدة او حتى مجموعة مجرات صغيرة، بل بتمثل مئات الالاف للمجموعات المجرية. مجرد نقطة واحدة بس من الضوء ده تمثل كل ده، الشبكة الكونية. الكون بتاعنا عبارة عن شبكة كبيرة، لو بصيت في الشبكة دي هتفتكرها صورة لشبكة عصبية في جسم الإنسان، لكن الحقيقة دي صورة للشبكة الكونية العملاقة، هيكل هائل وواسع لكنه برضه في نفس الوقت هش ومتغير باستمرار. تغير الهيكل ده بسبب أحداث كتير بتحصل في الكون، منها التوسع الكوني الكبير، ومنها برضو اندماج المجرات ببعضها. وكمان المجرات عامة بتشكل طوال مئات الملايين من السنين بتشكل مجموعات مجرية متداخلة ومتغيرة. الجاذبية لها دور كبير برضو في الشبكة الكونية دي، لكن الغريب في الشبكة دي هي الفراغات الكبيرة اللي بنشوفها، واللي بتمتد الفراغات دي في كل مكان في الشبكة، من 20 مليون سنة إلى مئات وآلاف السنين الضوئية. صحاري كونية شاسعة يمكن تكون فاضية تماما من أي مادة. بالحجم الهائل للكون ده نقدر نقول إن الكون بتاعنا ده عبارة عن فراغ كبير تتخلله بعض الضيقات الصغيرة المضيئة للتجمعات والعناقيد المجرية دي. كيف تشكلت الشبكة الكونية؟ لما تدي نظرة كده للشبكة الكونية دي هتحسها واسعة جدا ومعقدة ومرعبة، لكن قصة حياتها مملة جدا لأنها بتتكون ببطء شديد وفي مئات الملايين من السنين. بعد لحظة الانفجار العظيم ما كانتش الشبكة دي موجودة، ده بل ما كانش في البداية لا في نجوم ولا مجرات ولا أي حاجة إلا شوية مادة مظلمة على هيدروجين وهيليوم وعليهم رشة الليثيوم لزوم النكهة كده والحاجات دي. كل الحاجات دي كانت متجمعة وسايحة في بعضها زي الشوربة أو حلة اللبن، كانت متجانسة جدا وتقريبا كل شيء كان متوزع بالتساوي. وبالرغم انك شايفها متجانسة زي اللبن الحليب الا ان في الخليط ده اختلافات صغيرة جدا. اهو الاختلافات الطفيفة دي هي اللي غيرت الكون كله، مناطق كثافتها اعلى من مناطق تانية، وبالتالي هتخلق لنفسها جاذبية اعلى من المناطق ذات الكثافة الاقل. وكل ما تزيد الكثافة تزيد الكتل بفعل الجاذبية، كل لما المناطق اللي كثافتها اقل تقل الكثافة فيها اكتر واكتر، فالاغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا. وعلى مدار مئات الملايين من السنين تدفقت المادة في الجيوب الكثيفة بفعل الجاذبية، واندمجت النجوم والمجرات علشان تشكل لنا العناقيد الاولى، وبالتالي نشأت الفراغات في الكون. ما هو الفراغ الكوني؟ طبعا لما نقول كلمة فراغ فما نقصدش بالكلمة دي ان المربع او المنطقة الفلانية دي فاضية تماما، لكن نقصد ان المنطقة تكاد او تقترب انها تكون فارغة من كل اشكال المادة. الفراغات في الكون مش فاضية تماما لاننا بنلاقي بعض المجرات الصغيرة موجودة في الفراغات دي. الفراغات الكونية دي مش هتلاقي فيها الا بعض ذرات الهيدروجين المتنطورة هنا وهناك، والمادة المظلمة اللي احنا لغاية دلوقتي مش عارفين هي ايه اصلا. لكن اللي نقدر نقوله ان الفراغات الكونية دي مليانة بالطاقة المظلمة، ما نقدرش نقول غير كده لان الطاقة المظلمة بالنسبة لنا هي المسؤولة عن ظاهرة التوسع الكوني الكبير. ولان الفراغات فاضية فما فيش منافس للطاقة المظلمة اللي لقيت مساحة فاضية فبدأت تبرطع في الصحاري الكونية العملاقة دي ومحدش هاببها. التوسع الكوني اللي يعتقد ان الطاقة المظلمة مسؤولة عنه بيحصل بوتيرة متسرعة، والفراغات الكونية دي بتبدأ تضغط حرفيا على الحاجات اللي حواليها من عناقيد مجرية وخلافه، وتبدأ تفصل المجرات عن بعضها وتفكك الشبكة الكونية العملاقة اللي اتبنت في مئات الملايين من السنين. الفراغ الكوني العظيم
بوتس فويد. في عام 1981 كان العالم الفلكي روبرت كيشنر بيشتغل مع زمايله في جامعة ميتشيغان الأمريكية على موضوع الأطياف والانزياحات للأشعة تحت الحمراء، واللي اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت، هتظهر في الآية اللي فوق ده دلوقتي، تقدر تشوفها أو من صندوق الوصف. كان كيشنر والفريق اللي معاه من العلماء بيستخدموا كل شيء متعلق بالانزياحات الحمراء دي علشان يعملوا خريطة للكون ثلاثية الأبعاد. لما بدأوا ينتهوا من الخريطة لاحظوا حاجة غريبة، شافوا على بعد 700 مليون سنة ضوئية مساحة كبيرة تكاد تكون فراغ، منطقة ما فيهاش لا نجوم ولا مجرات، وعرضها حوالي 330 مليون سنة ضوئية، والمنطقة في ظلام دامس خرمس. 330 مليون سنة ضوئية منطقة شاسعة جدا، لدرجة ان مجرتنا درب التبانة لو كبرت واتضخمت في المنطقة دي عايزة حجم زي حجمها دلوقتي مليارات المرات. ولو مجرتنا درب التبانة دي موجودة لوحدها في الفراغ الكوني ده ما كناش اكتشفنا المجرات اللي حوالينا الا في ستينيات القرن الماضي، على رأي جريج ألدرينج عالم الفيزياء الفلكية في مختبر لورانس بريكلي الوطني. دي مجرتنا درب التبانة ومعاها حوالي 20 مجرة تانية من جيراننا القريبين ما يشكلوش غير 3 مليون سنة ضوئية في الحجم بتاعهم في قطر الكون، في حين ان الفراغ العظيم اللي اسمه بوتس فويد حجمه 330 مليون سنة ضوئية وبيمثل تقريبا 27% من قطر الكون المعروف ب 93 مليار سنة ضوئية. لو بصينا لحجم بوتس فويد هتلاقي ان لازم في المنطقة دي يكون حوالي 10,000 مجرة في الرنج ده، لكن المكان ده اتحددت فيه بس 60 مجرة لغاية النهاردة. كل المساحة الفارغة دي ما فيهاش غير 60 مجرة، حتى ان تلسكوب هابل صور لنا المجرة MCG 01-02-015 وهي عبارة عن مجرة حلزونية قاعدة لوحدها في المكان الغريب ده، ومحدش يعرف ازاي وصلت هنا، حتى ان وكالة الفضاء الاوروبية وصفتها في تقرير سابق ليها بانها مجرة وحيدة. كل النجوم اللي شايفينها حوالين الفراغ ده في الخلفية في الحقيقة هي مجرات وكأنها سرب من النمل المضيء حوالين الفراغ ده. طبعا اول لما اكتشفوا المنطقة دي اطلقوا عليها اسم الفراغ العظيم، بعدين اتعرفت باسم بوتس فويد، وهي موجودة بالقرب من كوكبة بوتس واللي معناها من اللغة اللاتينية الراعي، وهي موجودة بالمناسبة في نصف الكرة الشمالي بالنسبة لرصيدي سماء الليل. صورة بوتس فويد المزيفة على الانترنت. الصورة المنتشرة على الانترنت وفي اليوتيوب على الفراغ الكوني العظيم بوتس فويد دي صورة مزيفة زي ما بقولك كده، ومش هي الصورة الحقيقية، انما هي صورة للسديم برنارد 68، وهو سحابة سديمية كبيرة من الغاز والغبار بتمنع وصول الضوء المرئي من النجوم اللي بعديها، وبالتالي بتظهر بعض النجوم وبتختفي بعض النجوم التانية عندنا في السحابة السديمية دي، وبتظهر على اطراف السحابة نجوم محمرة بفضل تأثير السحب والغاز والغبار عليها. علشان كده مش لازم ننخدع ببعض الصور الجذابة والمثيرة لأنها ممكن تكون خاطئة ومضللة، وللأسف أنا لقيت الموضوع ده في بعض القنوات الأجنبية والعربية على حد سواء. من الوقت ده تحديدا 1981 بدأ كيشنر ورفاقه بالبحث في موضوع الخرائط الكونية وملاحظة الفراغات دي. الاستطلاعات والدراسات قدرت تعمل خرائط أكثر تفصيلا للكون بتاعنا، وعرفنا الشبكة الكونية من خلال الخرائط الجديدة دي، ووجدنا ان غالبية المجرات في الكون بتاعنا موجودة في هياكل طويلة معروفة باسم الخيوط او الشبكة الكونية العملاقة واللي منتشرة في كل حتة في الكون. وعرفنا كمان ان بين الخيوط دي والشبكات دي فراغات كونية كبيرة بتشكل ما بين 80-90% من حجم الكون. العلماء بيعتقدوا ان سبب الفراغات دي هيدلنا على اصل الكون ونشأته، ومن خلال دراسة الهياكل الكبيرة دي من الفراغات هنقدر يكون عندنا تصور كبير لشكل الكون بتاعنا في لحظة الأولى، وهو نفس هدف إطلاق التلسكوب الفضائي العملاق جيمس ويب، واللي حيرصد قريب جدا الفراغ الكوني العظيم بوتس فويد، وحتقدر أجهزة كمبيوتراتنا العملاقة من أنها تعمل محاكاة مفصلة كيفية نمو الكون، وده طبعا بناء على البيانات بتاعة جيمس ويب الجديدة ومقارنة الخرائط اللي في إيدينا دلوقتي بنتائج المحاكاة اللي هتتعمل قريب. هيقدر علماء الفلك في أنهم يبدأوا في معرفة كيف ظهر الكون بتاعنا بالشكل اللي هو عليه دلوقتي. أهمية الفراغات الكونية دي ومنهم الفراغ العظيم بوتس فويد بتكمن في انها بتشبه عندنا هنا في الارض الصحاري والمناطق البعيدة عن المدن الارضية المليانة بدوشتها وزحمتها وتعقيدتها، تمام زي التجمعات المجرية في الشبكة الكونية. تحس وانت بتدرس الفراغات الكونية دي ان مفيش تفاصيل كتير، ما هي الدنيا فراغ بقى، لكن بالرغم من كده بتثير الفراغات دي عندينا الفضول علشان نعرف غرائب وعجائب الكون اللي احنا فيه. وما زالت رحلتنا في معرفة الكون والحياة من حوالينا
علينا هي الأمل اللي بيخلي حياتنا قيمة وفايدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش بقى اللايك والشير، ومنتظرين دعمكم المتواصل ليا. شاكر جدا على التعليقات الإيجابية اللي في الفيديو اللي فات، واللي بتشجعني دايما أني أطير في الفضاء وحلق بين المجرات والنجوم وأجيب لكم حكايات غريبة وعجيبة، يمكن تكون أحسن حتى من حكايات ألف ليلة وليلة. وديك بيد، أشوفكم الحلقة اللي جاية في إنفوسفير. ولاف معلوماتي، محمد فهم سليم. السلام عليكم.